لماذا أنت دائما تلعبين بهذا الهاتف؟ تعالي والعبي معنا لعبة الشطرنج بدلا من ذلك، مما سيساعدك على زيادة قدراتك العقلية. سوف تصابين بالعفن إذا بقيت على هاتفك طوال اليوم. في الواقع أنا أقوم بزيادة قدراتي العقلية، شكرا جزيلا على دعوتك. ألعب هذه اللعبة المجانية المسماة أسطورة العنقاء، إنها لعبة محاكاة عبر الإنترنت تلعبها جميع الفتيات في الفصل. تحتاج داخل اللعبة للقيام باختيارات مختلفة، مما يساعدك على اختبار معدل ذكائك، وتغير هذه الاختيارات المسار الذي تسلكه شخصيتك أثناء نموها. انظري، لقد أصبحت الملكة. مهلا، نحن في منتصف اللعبة. أجل، أجل، آسفة، هذه اللعبة أفضل بكثير.